الصرع عن المؤمن وتقيا القدره الى السلوك الذي فالتشويق الدماغي يؤثر في كل هذه الاشياء، لانني عندما انجح بشهاده البكالوريا ماذا افعل؟ كيف اشوق هذا الدماغ حتى يستمتع؟ والله لا يبنى قصر في الحقيقه حتى يبنى في الخيال. ابنا وابنا تشويق ناقص. ماذا افعل في جامعه؟ ماذا فعلت الكلمه؟ واللي قرا وجدت ماذا فعلت الكلمه؟ وصحاب الذي صوتوا مجلس الدكتوراه في الحياه اين هو تشويق اهتمامي؟ اين هو ان السياره العصبيه بالنسبه لتشويق اهتمامي؟ عندما نشوه فنعمل بكل قدره وقوه، وعندما نشوه ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بجهاز بعد المناعه يا مرحبا؟ والله نفتر نحن جهاز المناعه. بماذا؟